بالتوفيق لنا إن شاء الله. زين الكابتن علي منصور مقدم طعن على انتخاباتكم سيد محمد. هو تعرف بعد ما انتهت الانتخابات يعني أنا ذكرتها بأحد القنوات الفضائية، ما إحنا أستاذ علي دائما عندنا تنقصنا ثقافة تقبل نتائج الانتخابات، يعني دائما اللي يخسر بالانتخابات يقول الانتخابات مزورة، وجنابك تعرف يعني صارت الانتخابات قبل الانتخابات شكلت لجان مختصة قانونية، يعني بحثت بأسماء المرشحين أسماء الهيئة العامة، وحتى كان أكون ممثل من وزارة الدفاع الأخ لواء جاسم، يعني والجماعة القانونية مال اللجنة الأولمبية، ما يعني ما صار اعتراض عليه. يعني تحياتنا للأخونا العزيز كابتن علي منصور، قدم شكوى يعني يشكك بالانتخابات، قال كانوا مدخلين أسماء أو إجوا بالقاعة حضروا أسماء، بس إحنا نقول بالأخير القول الفصل هو للقضاء. يعني يعني هي جلسة صارت جلسة أولى وتأجلت، وأعتقد جلسة ثانية صارت أيضا تأجلت 15 يوم. يعني احنا هم يقدمون فقط هو لو احد ويا رافع هذه الدعوه، يعني اللي نعرف هو بس كابتن علي بس منصور. اي نعم. راح تسوون انتخابات تكميليه سيد محمد؟ نفكر يعني بالمستقبل القريب عندنا انتخابات. اكو اسماء ستترشح حسب تصورك؟ والله احنا يعني هو الباب مفتوح للجميع. نعم. يعني الباب مفتوح للجميع سواء من المدنيين او العسكريين، يعني تعرف العسكريين لهم حق بالترشيح والمدنيين لهم نفس الحق، يعني والباب مفتوح لاي مرشح يجي. بس ماكو لحد الان اسماء معينه؟ لا اسماء معينه ماكو. زين اريد اتحدث وياك.